ولكني كنت من الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكنت كمن قال إنني صابر حتى يعجز الصبر عن صبري، وإنني صابر حتى ينظر الله في أمري، وإنني صابر حتى يعرف الصبر إنني صابر على شيء أمر من الصبر. ولكن لا بأس في كل ذلك، لا بأس في نوم ليلة في السجن إذا كان السجن هو أكثر الأماكن أمنا في هذه المدينة المشؤومة، ولكنني الآن أتوق إلى الحرية وإلى الهواء النقي. حملت حقيبتي على ظهري وعصايا في يدي، وفتحت باب الغرفة بحذر، وأخذت أمشي على أطراف أصابعي خوفا من أن يقابلني أحد ويسألني ماذا أفعل هنا. ثم خرجت إلى الممر الطويل إلى الخارج، وكان لابد أن أمر من أمام غرفة التفتيش الذي كان بها الرجل السكير، وكان الجو مازال هادئا ولا صوت غير صوت أقدامي، وكنت أشعر إن صوت أنفاسي مرتفعا مما اضطرني إلى حبسها، فلم يبقى إلا خطوات قليلة إلى الخارج. ونظرت إلى الداخل فوجدت الرجل الذي أعطاني المفتاح بالأمس كان ما زال على وضعه الذي تركته عليه، وما زال يخط في نوم عميق ورأسه على المنضدة وزجاجة أروم ما زالت في يده. دخلت إيدي من بين القضبان فوضعت يدي من بين القضبان ووضعت المفتاح بجوار رأسه على المنضدة، وخرجت مغادرا ذلك السجن إلى الحرية. وأحسست بالسعادة عندما رأيت ضوء النهار وشعرت بقيمة الهواء النقي بعد أن تنفست طوال الليل رائحة العفن والرطوبة في زنزانة رقم 18 في سجن بنتكال. لقد مضى الكابوس المخيف ومضت الليلة السوداء إلى غير الرجاء.